خلال آلاف السنين كنا نحاول أن نكتشف الألغاز المتعلقة بكيفية عمل هذا الكون، وقد أبلينا بلاء حسنا بالتوصل إلى مجموعة قوانين تصف الحركة الواضحة والأكيدة للمجرات والنجوم والكواكب. لكننا نعلم الآن مبدئيا بأن الأمور أكثر ضبابية، لأننا اكتشفنا مجموعة جديدة من القوانين الثورية والمتطورة التي غيرت تماما نظرتنا إلى الكون، من الفضاء الخارجي إلى قلب مدينة نيويورك إلى عالم ما تحت المجهر. نظرتنا إلى العالم تحولت بفضل هذه القوانين الغامضة والغريبة التي تعيد تشكيل فهمنا للواقع. هذه هي قوانين علم ميكانيكا الكم، أي الحركة الكمية. يسيطر علم ميكانيكا الكم على كل ذرة وعلى أصغر جزء من كل قطعة في المادة، في النجوم والكواكب، في الحجارة والمباني، وفيك وفي. نحن لا نلاحظ غرابة ميكانيكا الكم في حياتنا اليومية، لكن ستجدها دائما حولك إذا عرفت أين تبحث. ليس عليك إلا أن تغير منظورك للأمور وأن تغوص في أصغر الموازين لتصل إلى مستوى الذرات والأجزاء الموجودة بداخلها. في عمق المستوى الكمي، القوانين التي تحكم هذا الحيز الصغير تظهر على نحو مختلف تماماً عن القوانين المشابهة التي تحكم المشاريع اليومية الكبيرة. حالما تلمحها، تتمكن من رؤية العالم بطريقة مختلفة. منذ زمن ليس ببعيد، ظننا أننا اكتشفنا الأمور جيداً. القوانين التي تتحكم في دوران الكواكب حول الشمس، كيف تطير الكرة على نحو متقوس في السماء، كيف تتحرك التموجات على سطح بكت ماء. وضعت هذه القوانين كلها ضمن سلسلة من المعادلات التي سميت الميكانيكا الكلاسيكية، التي سمحت لنا بأن نتوقع سلوك الأشياء وأن نكون على يقين.